نخش المحل ده كده وربنا يستر. هنسألهم أسئلة دينية، هنسأل حضراتكم أسئلة سهلة جدا ومبسطة، واللي هيجاوب على الأسئلة اللي جايزة قيمة تعجبه بإذن الله. تمام، مستعدين نبدأ؟ على مصحف ومعانا ظرف. مكتوب فيه إيه؟ خسارة. الحمد لله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تعالوا بقى كده يا جماعة، احنا نخش المحل ده كده وربنا يستر. هنسألهم أسئلة دينية. السلام عليكم. السلام. مع حضراتكم الخطيب الصغير، نتشرف بحضرتك. يوسف. معانا الأستاذ يوسف، نتشرف بحضرتك. طارق. تمام، ربنا يبارك فيكم يا رب. احنا في برنامج معلومة وسؤال، هنسأل حضراتكم أسئلة سهلة جدا ومبسطة، واللي هيجاوب على الأسئلة اللي جايزة قيمة تعجبه بإذن الله. تمام، مستعدين نبدأ؟ طب. السؤال بيقول: ما هي أصغر سورة في القرآن الكريم؟ مين هيجاوب؟ أصغر سورة؟ الكوثر. ما شاء الله، إجابة صحيحة وربنا يجازيك خير. وأصغر سورة في القرآن الكريم هي سورة الكوثر. كده إذن بقى السؤال وقع على حضرتك، يعني أنت اللي هتجاوب، يعني أنت اللي هتجاوب. تمام، السؤال بيقول: من هو أمين الوحي؟ أمين الوحي سيدنا جبريل عليه السلام. سيدنا جبريل عليه السلام، إجابة صحيحة وربنا يبارك فيك يا رب. وأمين الوحي وسيدنا جبريل. إذن إحنا معانا جايزتين، معانا كتاب ربنا سبحانه وتعالى، مصحف، ومعانا ظرف. ما شاء الله عليك، والله العظيم انت فرحتني وربنا يبارك فيك يا رب، واخترت اغلى هدية في الدنيا كلها، وانت حضرتك اخترت الحاجة اللي تريحك. بلت الدنيا خالص، خسارة. ربنا يجازيكم خير. ماشي، ربنا يخليك. السلام عليكم. مكتوب في ايه؟ اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، خسارة. الحمد لله. بلت الدنيا.